لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة في القسم المتعلق بالكلام عن الجنة، والقسم الثاني عند المبحث السابع، قال: دخول عصاة المؤمنين الجنة. قال: دخول عصاة المؤمنين الجنة. هذه المسألة التي سنناقشها اليوم هي في الحقيقة مسألة عقدية، وكما دائما نكرر يعني أن طريقة الكتاب تجمع بين التناول العقدي للمسائل والبحث يعني العقدي، وكذلك أيضا طريقة كتب الرقائق. هذه مسألة من المسائل العقدية البحتة المهمة التي انحرف فيها من انحرف من أهل البدع، وهي مسألة دخول عصاة المؤمنين الجنة. فهناك من أهل البدع من قال: لا، من عصى وارتكب الكبائر لا يدخل الجنة أبدا، وإذا دخل الناس النار لا يخرجون منها أبدا، فمن دخل النار عندهم يعني من دخل النار لا يخرج منها، وعليه فالنار أعدت لكل من ارتكب ذنبا يستحق النار ودخل بسببه النار، هو لا يخرج عند هؤلاء والعياذ بالله المجرمين، هؤلاء أصحاب البدعة الشنيعة التي تقنط الناس من رحمة الله تعالى، والتي تسوي بين المؤمنين والمجرمين الكافرين. كيف يقال في الكافر الذي ظل عمره كله يكفر بالله تعالى ويجحد عبودية الله تعالى، كيف يقال هو مثله أو شأنه شأن المؤمن الذي عبد الله ووحد الله وخاف الله، لكن نفسه ضعفت وارتكب ما ارتكب من الذنوب التي بسببها استحق دخول النار يوما، فهل يسوى بين هذا وذاك؟ أم أن يقال كما هو عقيدة أهل السنة في معنى عام، أم أن يقال هذا أي دخول العاصي من أهل الإسلام والتوحيد النار بمعصيته لا ينافي أن يخرج منها يوما، وأنه يعاقب ثم يخرج ويصير إلى الجنة بعد ذلك مع الموحدين الذين ضمن الله لهم ألا يخلدوا في النار، وأنهم إلى الجنة يوما. هذا مجمل هذه المسألة، ولذلك سيتناول هو هذه المسألة، ومن خلالها طبعا سنتطرق إلى مسألة الشفاعة والرد على يعني أهل البدع الخوارج والمعتزلة خصوصا، ويأتي كذلك على الهامش الكلام أو الرد على المرجئة الذين جعلوا أصحاب الكبائر يعني ليسوا على أو لا شيء في ما فعلوا، وأن صاحب الكبيرة مثله مثل أبي بكر الكل سيصير للجنة. لا، هذا غلو، هذا إفراط، هذا إفراط وهذا تفريط. ولذلك الرد سيكون على الفريقين، ثم سيختم أيضا الكلام بشيء يعني أشبه بالرقائق، إنه يأتي بحديث الرجل الذي يدخل الجنة آخر من يدخل، وسنأتي إليه إن شاء الله تعالى. قال: دخول عصاة المؤمنين الجنة. قال: المطلب الأول إخراجهم من النار وإدخالهم الجنة بالشفاعة. قال: روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ودول الكفار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، والعياذ بالله، وده تقدم في الكلام عن النار عافانا الله وإياكم. قال: ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توقف كده وقال: ولكن هناك ناس يعني أصابتهم النار بذنوبهم،
أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة، يعني حصل لهم عذاب في النار أقرب إلى الموت، حتى إذا كانوا فحما، عافانا الله وإياكم، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، أي أذن الله بالشفاعات، قال فجيء بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، يؤتى يعني بهؤلاء الموحدين الذين ارتكبوا من الكبائر ما استوجب دخولهم النار، فبعدما يصير فيها فحما ونحو ذلك يؤذن بالشفاعة، فيخرجون بالشفاعة الشافعين، يخرجون ضبائر ضبائر. قال فبثوا على أنهار الجنة، سبحان الله، بثوا على أنهار الجنة، يعني كأنك ترمي بحبوب في الأرض ويأتي عليها الماء بعد ذلك لتنبت. قال فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون أو فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، تشبيه يعني إن الواحد فيهم هيقوم من العذاب اللي هو فيه، هو ما ماتش، الواحد منهم خارج من النار عافانا الله وإياكم، ما ماتش، لكنه من شدة العذاب كأنه ميت، فيلقى كما تلقى الحبة في حميل السيل، يعني في طريق السيل، حبة موجودة أصلا في طريق السيل، مش مزروعة أصلا، فيقوم السيل ده بسبب الرطوبة والماء ونحو ذلك يكون سبب لحياتها. قال ولمسلم من حديث جابر بن عبد الله يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها، عافانا الله وإياكم. الحقيقة أن هذه الأحاديث مع ألم ما يعني نسمع من ألم أهل النار الموحدين، إلا أنها أنا يعني أجد في حسي أنها حديث بشريات، أحاديث بشريات، أن هؤلاء بعدما حصل لهم كل هذا سيخرجون من النار. قال إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يحترقون فيها في النار إلا دارات وجوههم، دارات وجوههم، دارات الوجوه يعني المساحة التي فيها وجه المسلم، إلا دارات وجوههم أي يعني ما يحد وجه المسلم من جوانبه، هذه المساحة لا تأكلها النار، سبحان الله، يعني العصاة من الموحدين الذين يدخلون النار، اللي زنى واللي سرق واللي قتل واللي كذا والعياذ بالله، يدخلون النار يحرقون حرقا فيها حتى يصيروا فحما، لكن هذا الموضع لا يحرق. قال إلا دارات وجوههم، لماذا يعني؟ لأن هذا الموضع موضع السجود، لأن دول في يوم من الأيام سجدوا لله يوما، سجدوا لله يوما. قال حتى يدخلون الجنة، حتى يدخلون يعني هيخرجون من النار هم على هذه الهيئة إلى أن يدخلوا الجنة، على فكرة يعني يدخلون بالنون هكذا يقول النووي لغة أيضا وهي صحيح. قال وهؤلاء الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة بالجهنميين، يعني وكأنها نسبة إلى المكان الذي جاءوا منه، أهل الجنة لما يشوفوا عندما يرون عصاة الموحدين الذين خرجوا من النار قادمين إلى الجنة، يوم أهل الجنة يشوفوهم دول اللي جايين من جهنم لسه جايين دلوقتي، عافانا الله وإياكم، لسه جايين دلوقتي من جهنم. قال ففي صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين، جايين من جهنم لسه دلوقتي، عافانا الله وإياكم. وفي الصحيح أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير، يعني يخرج قوم من النار بالشفاعة
كأنهم الثعارير. قال جابر: قلت يا رسول الله وما الثعارير؟ قال: الضغابيص. طبعا احنا لو احنا موجودين هنقول له يا رسول الله وما الضغابيص؟ اما الصحابه عرب عارفين الضغابيص، لذلك ما سالش تاني. والضغابيص كما يقول يعني العلماء هي نبت يخرج قدر شبر في دقه الاصبع، لا ورق له وفيه حموضه، وهذا النبت يكون ابيض فيه بياض. فالمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم كالضغابيص يعني هيطلعوا من النار لونهم باهت، لونهم باهت شاحب من الأثر النار والعياذ بالله. وبعدين بعد كده لما يبتدي الحياة تدب فيهم عشان يدخلوا الجنة، الحياة الجديدة يعني، كأنهم الشحبان ده بيبتدي يظهر واحدة واحدة كده على وجوههم. قال: وروى البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم ويعافي المسلمين جميعا. يعني الناس الجهنميين دول أو الناس طالعين من النار دول، مع إحنا فرحنا بالأحاديث دي إن عصاة الموحدين هيخرجوا برضو من النار، إلا إن طبعا الواحد فينا يشفق على نفسه، عافانا الله وإياكم، ماذا لو صار مصيره مصير هؤلاء؟ كم مكثوا في النار والعياذ بالله، وكم أو كيف كان هذا العذاب الذي وصلوا به إلى هذه الحالة أنهم صاروا فحما والعياذ بالله، امتحشوا من النار والعياذ بالله. قال: في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الطويل في وصف الآخرة قال: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. ودي أحاديث ترد على المبتدعة المعتزلة والخوارج الذين جعلوا من دخل النار لا يخرج منها أبدا. قال: وأراد أن يخرج برحمته، قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، اللهم ارحمنا، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود، يعرفونهم بأثر السجود. ولذلك ده بيقوي بي أصحاب المذهب بكفر تارك الصلاة مطلقا مذهبهم، اللي يقولوا إن اللي تارك الصلاة كافر بيستعينوا بمثل هذه الأحاديث. ومنهم من يجاب، طبعا هيجاب عليه بعض من الفريق الآخر، يقال له إن ده صل لو صلى عنده أثر سجود، عنده أثر سجود، إنما يحمل هذا على من لم يصلي أبدا ولم يسجد لله أبدا. قال: تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا أي احترقوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. يقول: وقد ورد في أكثر من حديث أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار أو نصف دينار أو مثقال ذرة من إيمان. الدينار حاجة كده مثلا، مثقال دينار لا ده أقل بقى، ذرة من مثقال ذرة من إيمان. وهذا كله يرد على الخوارج والمعتزلة. بل يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا عمل جوارح خيرا قط، بل يعني من هناك عمل جوارح، عشان احنا بنشير رد على اصحاب بدعه جنس العمل، انه اللي قال لا اله الا الله جاء بعمل، وان كان لم ياتي بخيرا قط في عموم حاله لكنه جاء بعمل، وهو لا اله الا الله نطقها بلسانه ونطقها بقلبه. قال: ففي حديث ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته،
ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. وفي حديث جابر بن عبد الله في ورود النار قال: ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مثقال شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء في حميل السيل، ويذهب حراقه، حراقه يعني أثر الحرق، عافانا الله وإياكم، ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معه. يعني الواحد منهم بعد ما يعني يحيى يعني من حياة النار والعياذ بالله، ويقوم ويقول له قائمة، يبدأ بقى يسأل: يا رب يا رب، وكذا كما سيأتي في حديث آخر من يدخل الجنة. قال: المطلب الثاني موقف الفرق من الشفاعة، لأن إذا تكلمنا عن خروج عصاة الموحدين من النار فلا بد من الكلام عن الشفاعة، لأنهم لن يخرجوا من النار إلا بالشفاعة، إلا بالشفاعة، لأنه ما عملوه في الحقيقة يستحقون به العذاب الأليم، لكن الله من عظيم رحمته بالموحدين يجعل لهم الشفاعات، شفاعات الأنبياء، شفاعات الصالحين والأتقياء، حتى يكون آخر ذلك رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى بعد ما الشفاعات كلها تنتهي الله سبحانه وتعالى يقول: أخرجوا من بقي في النار ممن قال يوما لا إله إلا الله، فيخرج كل من قال لا إله إلا الله برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: أنكرت الخوارج، قال موقف الفرق من الشفاعة، قال: أنكرت الخوارج والمعتزلة شفاعة الشافعين في أهل الكبائر. الخوارج طبعا فرقة ظهرت في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروا عليا، وكفروا معاوية، وكفروا الصحابة، وكفروا سائر من كان معهما. لماذا؟ لعلل عندهم ليس الآن الكلام يسع الكلام عليه. وجملة مذهبهم أنهم يكفرون بالكبيرة، يكفرون بالكبيرة، وبنوا عليها أصولا، ومنها أن من كفر بالكبيرة استحق دخول النار، وعليه فمن دخل عندهم النار أيضا أصلوا على ذلك أن من دخل النار لا يخرج منها، وأنه لا شفاعة في العصاة، وأن ما جاء في الشفاعة إنما ليس إن ما جاء من أحاديث أو آيات أو نحو ذلك، إنما ليس مقصود به العصاة الذين دخلوا النار. وهذا جهل شنيع، وتعامل مع الأدلة بنظرة أحادية. أما المعتزلة الفريق الآخر يشبههم تماما، وإن كانوا يختلفون معهم في بعض التنظير، الذي منه مثلا أنهم هم ينكرون الشفاعة مثل الخوارج، شفاعة في عصاة الموحدين، ثم هم يختلفون معا في مسألة الوصف الدنيوي لصاحب الكبير، وإن اتفقوا في الوصف الأخروي. فالخوارج يقولون صاحب الكبيرة كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة، المعتزلة يقولون مثلهم هو مخلد في النار في الآخرة، وفي الدنيا يسمونه بين، يعني يسمون هذا الإنسان الذي ارتكب الكبيرة يقولون هو لا مسلم ولا غير مسلم، ما اسمه؟ يقولون في منزلة بين منزلتين. وطبعا هذا اختراع وابتداع ما أنزل الله به من سلطان. الله عز وجل قال: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الناس كده يا كده يا كده، الناس يا مؤمن يا كافر، مش حاجة تالت، ما بيتقسموش حاجة نوع تالت، يا كافر يا مؤمن. المنافقين كفار، يا كافر يا مؤمن، إنما دول طلعوا حاجة جديدة بقى بتاعت إن هو مش مسلم ومش كافر. أمال إيه يا جماعة؟ هو مايع. وده طبعا تأثر بيه للأسف بعض أصحاب الفكر التكفيري المعاصر اللي وقعوا في هذه الشبه الفظيعة جدا، وعليه وصفوا بعض الناس بهذا الوصف، فقالوا الناس ثلاث أقسام، عملوا زي المعتزل، قالوا الناس ثلاث أقسام: كفار معلوم الكفر، اليهود والنصارى ومش عارف ايه ونحو ذلك،
ومسلمين مؤمنين صالحين. مين دول الصالحين؟ والصالحين طبعا دي نسبية عند الفرق دي. وبعدين قالوا الناس العامة، دول بقى الشعب وبتاع والكلام ده، الناس دول حاجة بين الاتنين. وبعضهم يقول ألفاظ كده مثلا مختلفة زي الطبقة المائعة ومش عارف ايه، الفئة المائعة مش عارف نحو ده. فشابه المعتزلة والخوارج، فسموا الناس أسماء ما سمى الله، يعني أو ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك ترتب عليها الانحراف الفكري. والانحراف هذا الفكري ترتب عليه انحراف في التطبيق وفي المناهج التغيير، وعليه حصل الصدمات وحصلت المعارك الدموية بناء على هذا التفكير وهذا التنظير الفكري اللي بنوا عليه مذهبهم زي طريقة المعتزلة والخوارج. قال: أنكرت الخوارج والمعتزلة شفاعة الشافعين في أهل الكبائر. وعشان كده احنا نسمع طبعا من الجهلة المعاصرين، نسمع واحد يطلع يقول فلان الفلاني ده في النار خالدا مخلدا فيها، واللي هيحبه ربنا يحشره معاه ومش عارف ايه ونحو ذلك، ويقعد يكفر وهو قاعد كده ويرمي تهم التكفير شمال ويمين في كل مكان. لماذا؟ لانه هو في نظره هو ده مرتكب كبيرة. طب هو مرتكب الكبيرة كافر مثلا، وعليه هو يطلع يطفح بجهله ده كله، يطلع في وسائل الاعلام، ويطلعوا طبعا يعملوا بتاع على النت واليوتيوب والمش عارف ايه، ويعملوا مقاطع ويعملوا بتاع وتذاع المقاطع وملايين تتفرج، وهم يلموا فلوس ونحو ذلك، وفكر منحرف طبعا بينتشر، عافانا الله واياكم. قال: انكرت الخوارج والمعتزله شفاعه الشافعين في اهل الكبائر والذين امر بهم الى النار الا يدخلوها. يعني بيقولوا هما الاثنين ان اهل الكبائر مفهوم ما لهمش شفاعه، والذين امر بهم الى النار ما برضه ما لهمش شفاعه، لان الشفاعات مختلفه. في شفاعه في اللي امر بهم الى النار ما يدخلوش النار، ودي من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعات الصالحين والمؤمنين، ان اقواما امر بهم الى النار يقوموا الشفعاء يشفعوا يا رب ما تدخلهمش النار، فيرحمهم الله بشفاعة الشافعين ولا يدخلهم النار. والذين دخلوها أن يخرجوا منها، ودي نوع ثالث برضو بينكروه، إن اللي دخلوا النار مش هيخرجوا منها ونعوذ بالله. قال القرطبي: وهذه الشفاعة أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة ومنعتها على أصولهم الفاسدة، وهي الاستحقاق العقلي المبني على التحسين والتقبيح. يعني بناء على تحسينهم العقلي وتقبيحهم العقلي رد النصوص وأولوها تأويلا باطلا فاسدا. قال: وهذه المقولة المضادة للأحاديث الصحيحة المتواترة برزت والصحابة أحياء. وده يعني شيء يعني خلينا نخاف جدا، إذا كانوا الصحابة موجودين طلعوا المجرمين دول وبقوا ينشروا مذهبهم، ما كانش عندهم إعلام ولا كان عندهم الكلام الموجود دلوقتي ده، ربنا يتولانا برحمته. روى مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفتني رأي من رأي الخوارج، أو كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج ثم نخرج على الناس. دول رحيم داعش يعني بتاعت زمان، اتفقوا مع بعض ان هم هيسافروا الحج، حجة ان هم طالعين حج وعمرة، وبعدين هيروحوا منضمين مع بعض هناك ويتلموا مع بعض ويعملوا بقى في الحج ثورة ويخرجوا على عثمان أو على اللي موجود من أمراء المسلمين. قال: ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو ذكر الجهنميين. على حظهم جابر بن عبد الله قاعد في المسجد النووي بيدرس وبيقول حديث بتاع الجهنميين اللي هيخرجوا من النار دول. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تحدثون به؟ والله يقول، شبه هيرمي الشبه بقى، والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيت،
والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. طب أنت هتخرجهم من النار إزاي وربنا قال كده؟ قال فما هذا الذي تقولون؟ ودي طبعا من الشبه اللي بيحفظها هؤلاء الجهلة في كل زمان، يحفظ له آيتين يحفظ له حديثين ويفضل يكررهم ربما بلا فهم. قال فما تقولون؟ قال فقال أي جابر رضي الله عنه أتقرأ القرآن؟ قال قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه، الآيات في سورة الإسراء يعني، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فسبح به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهو بيشير إلى هذه الآية. قال قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط، يعني بيقول له أنت عارف الآية دي معناها إيه؟ معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى في مقام محمود له، هيشفع في الناس اللي هيخرج من النار واللي خرجوا كذا واللي يفعل كذا. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، يعني ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصراط ومر الناس عليه. قال واخاف الا اكون احفظ ذات، ده هو بيقول الراوي ده اللي هو يزيد الفقيه. قال غير انه قد زعم ان قوما يخرجون من النار بعد ان يكونوا فيها، قال يعني فيخرجون كانهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من انهار الجنه فيغتسلون فيه فيخرجون كانهم القراطيس. قال فرجعنا قلنا ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم بقى الشباب دول قعدوا مع بعض بعد الدرس فقالوا ده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تظنون أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. بيقول يعني أن إحنا بعد الدرس بتاع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ده كلنا رجعنا والحمد لله عن مذهب الخوارج، إلا رجل واحد هو فقط الذي أصر على ما كان عليه. قال المصنف والخوارج والمعتزلة تطرفوا في هذه المسألة، إذ زعموا أن أهل الكبائر لا يخرجون من النار ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، كما أن المرجئة تطرفوا في الجانب المقابل حيث لم يقطعوا بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر جميعا في الجنة من غير عذاب والعياذ بالله. وكلا الفريقين مخالف للسنة المتواترة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم مخالفون لإجماع سلف الأمة وأئمتها، وقد هدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، حيث ذهبوا إلى مجمل عقيدة أهل السنة أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم برحمته وإن شاء عذبهم بذنوبهم ثم أدخلهم الجنة برحمته. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال فالشرك لا يغفره الله وما دونه تحت المشيئة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال وحجة الخوارج في نفي هذه الشفاعة الآيات الواردة في نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك. يعني حجة الخوارج في الجملة، إحنا وإن كان الوقت مش هيكفي إن إحنا نفصل في المسألة، لكن حجة الخوارج في الجملة جاءوا إلى الآيات التي فيها نفي الشفاعة الشركية التي يفعلها المشركون ونزلوها على المؤمنين. يعني الله سبحانه وتعالى في آيات هنقرأها، الله سبحانه وتعالى يقول فيها في معناها يعني أنه لا تنفع هذه الشفاعة، وهذه الشفاعة لا تصلح ولا تقبل. أي شفاعة؟ شفاعة المشركين، الشفاعة اللي المشركين ظنوها أن الآلهة بتاعتهم هتشفع وأنه الأشخاص عندهم المبرزين عندهم هيشفعوا بإذن من الله من غير إذن، يستحقون أو لا يستحقون، هذه الشفاعة هي الشفاعة التي نفاها الله.
اللي هي الشفاعة التي أثبتها الكفار المشركون لآلهتهم وأصنامهم وأوليائهم والعياذ بالله. أما الشفاعة في الموحدين فثابتة بالأدلة. قال: فأهل الشرك يعتقدون أن الشفاعة عند الله كالشفاعة في الدنيا، يشفع الشافع عنده عند غيره بدون إذن منه، ويشفع الشافع عند غيره وإن لم يرضع عن المشفوع له، وهذا لا يكون عند الله تبارك وتعالى، وقد جاءت النصوص بإبطال هذا النوع من الشفاعة، كما قال الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس من شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كل ده المنفي عنه شفاعة، شفاعة الكفار، شفاعة المشركين. وقال: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الكافر ما تنفعهوش أي شفاعة، الكافر ما تنفعهوش حتى شفاعة النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما تنفعهوش، إلا ما جاء في استثناء أبي طالب، إلا ما جاء في استثناء أبي طالب. أما غير ذلك فالكفار لا تنفعهم الشفاعة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين أبدا. وقد جاءت النصوص مبينة أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه، ولا تكون إلا بعد أن يرضى عن الشافع والمشفوع له. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. مش أي واحد هيشفع زي بعض المشركين ممن يتسممون بأسماء المسلمين، يقولوا الخميني هيشفع والعياذ بالله وسيدي فلان الفلاني اللي ممكن كان دجال مثلا هيشفع، هذا في ظنهم هم. والله لا يشفع عنده إلا من ارتضاه وأذن له. نعم. قال: وقال عن الملائكة أيضا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعني لو هو الشافع نفسه صالح وجاي يشفع في حد لا يصلح ترد الشفاعة بتاعته. نعم. قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه النصوص تنفي تلك الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين وتبطلها، وتثبت الشفاعة التي تكون بإذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع. والله لا يرضى عن الكفرة المشركين. أما عصاة أهل التوحيد فيشفع فيهم الشافعون ولا يشفعون لمشرك، يعني الشافعون لا يشفعون في مشرك. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، يعني حد قبلك، يعني لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. الموحدين الصادقين هم دول أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل الشرك والكفر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن عصاة الموحدين يخرجون من النار يوما بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين، وأنهم يخرجون من النار ويصيرون إلى الجنة بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين، وهم لا يخلدون في النار لتوحيدهم وبفضل توحيدهم يرحمهم الله ويخرجهم. أما الكفرة فكما تقدم في قسم الكلام عن النار، هؤلاء لا يخرجون من النار أبدا، بل ولو كانوا من أحسن الناس عملا في الدنيا لكنهم ماتوا على الكفر. وإلا فأبو طالب، هل يوجد في الكفار من هو أحسن من أبو طالب؟ ومع ذلك فهو يخلد في النار والعياذ بالله، ولأجل أنه مات على الشرك، والاستثناء في حقه في تخفيف العذاب وليس الخروج من النار. فالكفار لا يخرجون من النار أبدا. أما عصاة الموحدين هدانا الله وإياهم، فإنهم وإن عذبوا وإن يعني أحرقتهم النار زمنا فإنهم يخرجون من النار يوما. ولعل هذا الذي سيأتي في المرة القادمة أننا نقف على الحديث الذي بوب له بالمبحث الثامن: آخر من يدخل
الجنة، اللي هو آخر واحد خارج من النار. عافانا الله وإياكم من النار وعذابها. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.